دول معايا في كل حاجه يعني. تمام. اساله اخويا مدير اعمالي بقى 15 سنه. طب كويس اني استغربت النقطه دي الحقيقه، لان انا كنت فاكر ان انا اقولها لمعظم الفنانين، لان انا ملاحظ في الفتره الاخيره كتير من الفنانين اخوهم او اختهم هم اللي بيديروا اعمالهم وبيديروا الموهبه. هل ده لانه اصلح واحد يعمل كده؟ ولا علشان هو من تثق فيه ولا تستطيع ان تثق في احد اكثر؟ ولا عشان اخوه فلازم يشتغل ولازم يكسب؟ انت فاهم سؤالي؟ هلا اخويا مش محتاج لي، اخويا مهندس كمبيوتر اساسه، بس شادي عنده ايمان بمامتي، فهو اللي قرر انه يكون جنبي مش انا اللي قررت. قرار من عنده. من عنده. فبقى لنا 15 سنه مع بعض والله يديمها ان شاء الله. بس شادي الحلو بيه انه دلوقتي انا عندي مثلا مكتب في مصر ومكتب في المغرب ومكتب في لبنان. شادي مستلم مكتب لبنان من فروم اي تو زي كل حاجه، ومبسوط وفرحان وانا مبسوط له جدا. بس موضوع الاخ بيني وبينك في حاجتين لازم الكل يعرفها، انه انت هدفك ايه؟ هدفك تجاري ولا هدفك تنمي؟ اذا هدفك تجاري ما ينفعش اخوك معك ابدا، علشان الاخ يبقى عارفك لما بتكون بتمثل او بتكذب طبعا او بتكذب عفوا او فهو عارف حقيقتك، فده ما ينفعش في التجاره ابدا. لا ينفع بالفن. الله يخليك فيها حبيبي. انت جات لك رساله تهديد قبل ما تعمل احدى الحفلات الاخيره؟ ضحكت فيها، بتحصل مع الكل، بس انا ضحكت وقلت اللي عايز يأذي ما بيهددش وانتهت هنا يعني. بس ما حدش بيديني انذار الاول على فكره، انا هقتل على طول. وبعدين انا كنت في سوريا، وسوريا هي اكتر بلد يمكن انا اللي رامي عياش علشان المحبين كتار كتير ومحدش بيتمنى لي الاذى علشان بالحب متبادل. ده رجعنا لورا بقى، احنا قلنا الناس بتحب لكن السياسيين هم اللي جوهم. ماليش في السياسيين ابدا ابدا ابدا، السياسيين هم نفسهم كانوا من سنتين يعني ما عندي مشكله ابدا بهالموضوع نهائيا. انا انسان عربي واتمنى انه اسافر على البلدان العربيه كلها بدون فيزا. هو ده حلو، كلنا بنشكك فيه. ايه الاغنيه اللي منزلها رامي في البوماته او سنجل وما خدتش حقها، ما خدتش جزء من النجاح، وانت بتقول للناس دلوقتي لا ارجوكوا اسمعوها تاني كويس هتعجبك دلوقتي؟ لا بشكل عام. بشكل عام انت مثلا رميت 30 اغنيه لحد هلا تقريبا. تمام. في اغاني كسرت الدنيا وفي ناس حافظها لك وفي الحفلات بيغنوها معاك. صح. في اغاني الناس مش واخده بالها منها قوي عدت كده مرور الكرام. صح. ايه الاغنيه اللي تقول لهم لا دي كانت اغنيه كويسه يا جماعه اسمعوها تاني؟ طبعا هتعجبك. طبعا معاك حق. في اغنيه مثلا علشان انا ممكن بحبها قوي اسمها بكرهك. هي الاغنيه طبعا كونها حب واخد بالك، بس بتختار حتى لو كنت عامل اغنيه جنبها اسمها اشتقت لك قبل الدنيا، اشتقت لك اكلتها نجحت جدا ولحد دلوقتي. فهو اللي خفف ضوء عن بكرهك. حافظ بكرهك انا كاتبها محمد طبعا. بكره مكاتيبي الحملة اسمك بعاني الليالي اللي سهرت عليك، وبعشق لحظاتي لما بفقد لك دعاني الحنان قطعته بإيديك. لو بدي موت حبيبي، لو بدي موت والله ما برجع عليك، حرام علي. لو حرام علينا لو ما حبيناهاش الاغنيه. لا هي ما تدورش عليها، بس يعني اعتقد انه المشكله مشكلتي كانت سبب انا. صحيح. رامي اختار مما يلي. اعز ما لديه اهلك ولا فنك؟ اهلي طبعا. نمره واحد. لا من دون منازع. بس دايما الناس بتقول فني ثم فني وانا عايش في الفن. هم اللي عملوا فني. اهلي هم اللي عملوا رامي عادل طبعا. ودلوقتي يقولوا لي علشاننا سيبه بس يا سلام. طبعا.
مع انه في دمي وكل حاجه، بس انه انا ممكن اغنيلهم هم عشان كنت فرحان. اكثر حاجه تحرص على وجودها في حبيبتك المستقبليه ان شاء الله، الجمال ولا الذكاء ولا التحرر والانطلاق؟ لا الجمال ولا الذكاء. على فكره الذكاء ما بحبوش ابدا بشكل عام في الانسان. لا يعني ما بحبش الذكاء. ولا بتحب ايه؟ بحب التصرف من القلب. ما هما اتنين، واحد ذكي وواحد زي بقول لك واحد فنان ما عندوش لقمه ياكلها، واحد فنان بس عايش في قصر. اكيد ده الاولاني ما عندوش لقمه ياكلها يعني بيوازي فن 4 مرات على اللي عنده قصر ممكن. لا لا ده واقع نعيش فيه. فما بحبش الذكاء جدا، لان الذكاء يولد فلسفه. الذكاء مع الفن والطيبه، فاذا هتقلل طيبه اذا عايز توازيهم. يا جرعه لازم تعمل بالانس. لازم تعمل بالانس. طب ما قلتليش اكتر حاجه عايزها في حبيبتك ايه؟ لا مواصفاتها يعني هتتبسط. لا مش مواصفات لا ابدا. انت مش حاطط اي ابدا ابدا مواصفات ابدا ابدا ابدا. ده ظلم اصلا. ظلم؟ طبعا. ليه؟ يعني انا افرح لو يعني اذا واحده يعني اذا واحده حبيتها شعرها اسود. لا ما بتكلمش على مواصفات شكليه، انا بتكلم على طيبه او عصبيه. احساس. بقول لك احساس بس. احساس بس. ده كل انا عايزه في حياتي. راجل انت شرفتني بجد. انا مش عارف باين عليا ولا لا، انا مبسوط وفرحان بيك جدا وبالتطور اللي احنا بنوصل لك، وارجوك ما تقلش عن كده. حبيب قلبي انت. تسلم لي. شكرا كتير. الجمهور المصري كله والمشاهدين العرب على الفضائيه المصريه بيرسلوا لك تحياتهم كمان. بشكرك. وبما ان معايا الاحبال الصوتيه الذهبيه الجميله دي ما ينفعش انا اختم، انا هقول لهم تصبحوا على خير، ورامي هيودعكم باحدى اغنياته الجميله. في شيء حابب تسمعه معايا؟ انا صراحه بحب كل حاجه، بس انت بتغني للمراه ما بتغنيش انا. طيب ما هو انا وياك هنغني الابيض من الشباك طبعا. حاضر. ومن الشباك لارمي لك حالي، ومن الشباك لارمي لك حالي، ومن الشباك لارمي لك حالي يا عيني، من كتر خوفي عليك ما بنام. يا حلو يا مسليني، يلي بنار الهجر كويني، الا المدام يا جميل وسقيني يا عين، من كتر خوفي عليك ما بنام.